رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا مجالسكم، زينوا مجالسكم بالصلاة علي، فإن صلاتكم نور لكم يوم القيامة، كما قال عليه السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وزملاء الأعزاء، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الصلاة وأهميتها. يا إخواني وزملائي، إن الصلاة فريضة إسلامية عقيدة، إنها ركن متين للشريعة الإسلامية، إنها أساس قوي للحياة الإسلامية، إنها بناء عظيم يقوم عليها الصرع الإسلامي، إنها مبنى للصلاح والفلاح، إنها مقياس للنجاة والبشار، إنها شعار الصالحين، إنها شعار الصالحين وسيمة للمتقين، إنها غذاء الروح والنفس، إنها تسلية للحمل والعزم، إنها قرة العين والقلب، قرة النفس والروح، إنها تذهب السيئات، إنها تسوغ الأفكار السليمة، إقامتها إقامة الدين وحدمها وحدم الدين. يا إخواني يا علمائي يا أستاذي، لها منافع جسيمة لها فوائده غزيرة. يا إخواني، ناهيك بأهم ميتها، أن الصوم واحد والزكاة واحدة والحج واحد وعقيدة التوحيد واحدة، لكن الصلاة متعددة لكل وقت ولكل حال. يا إخواني يا علمائي، أن الصوم أن الزكاة لا تعطى إلا في فقراء المسلمين، وأن الصوم لا يجب إلا في الشهر المخصوص، وأن الحج لا يؤدى إلا في المكان المخصوص، لكن الصلاة حرمت عن القيد والخصوص، فجعلت لها الأرض مسجدا كلها مسجدا برعا بردا وفرجا. خير البقاء مساجدها، خير البقاء مساجدها، والشر البقاء أسواقها، لا يعمر إلا من آمن بالله واليوم الآخر، ولا ظالم أكبر من منعها وخربها، فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يبتلى في حسمه وسعى في خرابها. يا إخواني يا إخواني، من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى مسجدا بنى الله له في الجنة. يا إخواني، انظروا إلى هيئتها، إنها تحمل طيرتها معاني عجيبة وحكايب عميقة، أما عرفت حقيقة قيامها؟ إنه يذكر الإنسان، إنه يدرب الإنسان من الأعضاء الظاهرة تدريبا إنسانيا، فيحد على ترك الشهوات القلبية، فيحد على غض البصر عن الفحشاء والمنكر.
ويقيد بالأحكام الإلهية في الحياة كلها خلفة جلوة سرعا وجهلا انفرادا واجتماعا. أما عرفت حقيقة ركوعها وسجودها وإنه لا يذكر الإنسان في كل وقت أنك خلقت من هذا التراب الذي تراه والذي تدع عدوك الكريم من الأعضاء فكيف تكبر وتجبر وإنه وأنت من هذا الدين وأنت من الشلصال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فتكبروا سجودها وقعودها. فيا إخواني فيا إخواني إنهما يحملان لطائف عجيبة متحيرة هكذا ركن من أركانها. يا إخواني عدوا عليها بالنواجس ولا تغفلوا عنها في أي حال من الأحوال وإلا ليكون لنا الخسران العظيم. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.